الجملة الإنشائية جيل 2008 الله يعطيكم العافية ويربي قويكم ويخليكم ويحفظكم. احنا أخذنا الحصة الماضية الجملة الخبرية. إذا ما كنتش فاهم شو معنى الجملة الخبرية والجملة إنشائية يا ريت يا أخوي ويا حبيبي ويا طالب العزيز ويا طالبتي العزيزة ترجع لي على حصة الجملة الخبرية تحضرها بالكامل كبيرها نص ساعة بتطلع منها إن شاء الله بإذن الله تعالى فاهم الدرس. بتيجي عندي هنا تحضر الجملة الإنشائية. بتكون هيك إن شاء الله خلص جمله خبريه وانشائيه اليوم بما انه احنا مع الجمله الانشائيه فهي عكس الجمله الخبريه تماما عكس الجمله الخبريه ايش تماما ما في شيء بيشبه بعضه لذلك ركز معنا هون منيح باذن الله تعالى راح تفهم الجمله الخبريه بالضبط بالضبط بما يعني تعنيه الكلمه الضبط طيب الجمله الانشائيه يا استاذ هي كل جمله مش ممكن اطلق عليها مصطلح صادقه او كاذبه مش ممكن، مستحيل اقول انا، اقدر اقول صادق او كاذب. بما اني ما أقدر احكي لا صادق ولا كاذب، شو بسميها يا استاذ؟ جملة إنشائية، جملة ايش؟ إنشائية، يعني بالتالي يا استاذ اي جملة بحكي عنها صادقة او بحكي عنها كاذبة، هل تعد جملة خبرية؟ بالتأكيد بالتأكيد صديقي انها جملة خبرية. اي جملة فيها صدق وكذب خبرية. جملة على الجهة الثانية، اه على الجهة الثانية، خليك هيك. معي. الجملة الإنشائية لا تحتمل الصدق وعدمه تمام؟ إذا أنت فاهم التعريفات سهل عليك الدرس مش فاهم التعريفات الله يعطيك العافية حاول تفهم وارجع لي طيب إذا كلمة الإنشاء يا أستاذ هي كل جملة أو الكلام الذي لا ينطبق عليه أن أقول عنها صادقة أو عدم الصدق يعني كاذبة ويا أستاذي عزيزي عندي الإنشاء نوعين ليش نوعين استاذ؟ لانه في انشاء انا بطلب منك طلب فبسميه انشاء طلبي. وفي انشاء انا بصنع مش عشان الطلب، انا بعطيك شيء ثاني فبسميه غير طلبي. لان لخصنا الانشاء الطلبي وغير الطلب وبنطبق عليهم مباشره بعد ذلك. نشوف الانشاء هو الطلبي. شو يعني استاذ انشاء طلبي؟ التعريفات مهمه يا استاذ، ليش؟ مش عشان تحفظها وتطبقها في الامتحان، لا، عشان تعرف تحل. الانشاء الطلبي يا استاذ هو الذي يستدعي من السامع مطلوبا آه بس في شغلة بدي أركز عليها وهي بتعتمد على خبر إنشائي أستاذ الإنشائي الإنشائي هو الآن بده الشغلة بعد الجملة يعني تحصل الجملة في المستقبل ماشي الحال تحصل جملة إيش في المستقبل أما الخبري ربما تكون حصلت وانتهت ويعطيك المعلومة عنها أو المعلومة مستقبلية ولكن أعطاك المعلومة عنها مثل سيغلب الجمع ويولون الدبر ها يا أستاذ جملة مستقبلية لكنها معلومة تمام طب هاي وفي لحظة الجملة لم تقع في لحظة الجملة لم تقع ويستدعي مطلوبها أن تقع فيما بعد يعني مثال لما يجي يقول لك أبوك أدرس أو تيجي يقول لك أمك أدرس لحظة ما قالت أدرس أنت ما كنتش تفعل الفعل ما كنت تسويه فهي بتقول لك أدرس عشان إيش تفعله طيب لما يجي واحد يقول لك مثلا شو اسمك؟ في لحظة ما سأل عنك اسمك هو كانت المعلومة غايبة عنه مش موجود المعلومة فلذلك الإنشاء يستدعي مطلوبا يحصل في المستقبل تمام؟ حلو؟ طب الطلب يا أستاذ؟ آه ما هو يطلب ذلك كيف بطلبه؟ إما من خلال أسلوب الأمر أو أسلوب الذي يكون عكسه النهي الاستفهام يعني السؤال والنداء لما نادي عليك بس مطلوب انك تنتبه يا طالبي اه بتنتبه يا سعاد يا ابي سعاد قد ما نادينا عليها جنت كثر ما نادينا عليها كل درس اسمه نداء بنادي سعاد فالنداء بيكون بستدعي مطلوب الانتباه طيب والتمني يا استاذ اه التمني مفتاحه كلمه ليت وكلمه لو يعني بقول لك والله لو اني درست اه انت انك درست يعني شو بسميها استاذ؟ تمني ايش بسميها؟ تمني انك تتمنى استاذ حدوث الفعل وهو لن يحدث لا يمكن حدوثه لانه مش راح ترجع في الزمن ورا وترجع تدرس عشان تنجح فلذلك يا استاذ اصنع الاشياء حتى لا تندم عليها اصنع الاشياء حتى لا تندم عليها فالندم لا يجدي نفعا في زمان كثر فيه الاستقبال والاستقبال هو للابداع اللي عندك انت اللي تصنع الابداع اصنعه عشان انت ما تتندم على يوم تركته طيب والساد ليته ما هو مفتاح عليه بقول لك ليت الزمان يعود يوما هو راح يرجع مش راح يرجع ليت الشمس لا تغرب هل هي راح تغرب وترد عليك مش حترد عليك لك انا حره ما بقولش عليك فهي لذلك شو بسميها سد لا يمكن حدوثه فيما بعد طيب والانشاء غير الطلبي هو الذي لا يستدعي مطلب ما بديش منك طلب انا انا بدي منك طلب بيشبه الخبر شوي هو ومن طبعا الانشاء الغير طلبي هو اصلا كان انشاء طلبي بس غير مزاجه وقال لك يا عم انا بديش اطلب منك شيء بس بدي اعطيك معلومه لكنها لا تحتمل صدق وعدمه فبتلاقي عندي استاذ من القسم لما لك والله كلمه والله لحالها هيك هايش بسميها انشاء غير طلبي طيب ليش انشاء غير طلبي استاذ لانه ما بسعد مطلوبي طيب استاذ هل هي بتزبط معي تكون انشاء يعني ليش سميت انشاء لانه كلمه والله يا استاذ ما بقدر لك صادقه او او كاذبه كلمه والله لحالها لعمرك والذي نفسي بيده، ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة، ألا ليت شعري قسم. طب أستاذ هذا القسم يعني هل يستدعي مطلوب؟ لا هو ما بيستدعي مطلوب، هو جاب لك إياه عشان التأكيد. تمام؟ فبسميه إنشاء غير طلبي. ومثل التعجب. يا الله ما أحلى الحصة، آه هذا يا أستاذ شو بنسميه؟ بنسميه إيش؟ إنشاء غير طلبي، طيب ليش يا أستاذ؟ لأني بقدرش أقول كذاب. هو حر بيتعجب، هو حر، أنا ما دخل فيه. والله لله درك ما شاء الله عنك هذا اسلوب الساد تعجب هو حر متعجب هو مستغرب منك طب انت شو دخلك؟ ما بقدرش اقول انا كاذب او صادق فيها، إذا شو بسميها انشاء غير طلبي. الان المدح والذم بقول المدح والذم مثلا نعم الطالب الذكي ونعم الطالبه المهذبه. انا هيك بمدح اه تمدح دم معناته انت هدفك انه تعطيني معلومه لكن هاي المعلومة لا تحتمل الصدق وعدمه فبسميت إنشاء غير طلبي، صح؟ أقول بئس كلام الكذب. آه بئس الكلام الكذب أنت قصدك أنه أنت بتذم الكذب، ممتاز وهذا المقصود عندي. نيجي على عن الرجاء، مفتاحه يا أستاذ الرجاء كلمة عسى ولعل، مفتاح الرجاء عسى ولعل. طيب شو يعني رجاء يا أستاذ؟ كلمة رجاء بشبه التمني شوي، هو منحرف عن التمني بشوي صغيرة، التمني لا يمكن حدوثه. تمام؟ وانا بحكي بالعموم ما بحكي والله تجي تقول والله يمكن يصير تمني تجي تفلسف علي لا تتفلسفش علي الاصل في التمني انه يعني لا يمكن حدوثه هيك الاصل فيه اه ميك في منه فرق بصير قل لي يا بعدين مش هسا مش وقته في الحصة هذا برا المادة اما الرجاء فهو يرجو حدوثه يعني بتمنى مثال لما يجي نكون احنا كاتبين اسئلة للطالب وكاتبين راجيا لك التفوق هذا الرجاء يعني أنا بدي منك تتفوق يعني أنا أطلبه وأطمح له هذا هو الرجاء لأنه يمكن حدوثه راح تتفوق طيب الآن في عندي زيادة صياغ العقود هذه صياغ العقود مش قصدي ألفاظ العقود اللي هي عشرون وتسعون وخمسون مش قصدي عنها صياغ العقود يعني لما يكون بين بائع ومشتري بقول بعتك اشتريت أعطيتك ما أعطيتك شغلات زي هيك هاي ألفاظ عقود شو الفاظ إنه عقد عقد بيع عقد شراء عقد زواج عقد طلاق هذه يا استاذ الفاظ العقود انشاء غير طلبي طب هذا انشاء غير طلبي لانه ما بقدرش اقول في مضمون هي تحتمل صدقه او عدمه يعني لما اقول انا بعتك بدينارين آه كذاب. تقوله كذاب بتقدرش تقول كذاب بتقولوا سادك صادق صح ولا لا لكن بتقدر انك تاخذ او ما تاخذ اوافق او لا اوافق كلمة أوافق ولا أوافق ملهاش دخل بالصدق وعدمه دير بالك لا تحط للصدق وعدمه إنه آه أو لا لا صدق وعدم وانا اقول اقدر هو صادق وكذاب غير هيك لا تمام فلذلك صيغ العقود مثل اشتريت بعتك احللتك انت حر انت مثلا سيد نفسك اه شو بسميها سيد سيد نفسك بقدرش اقول انت كذاب انا مش سيد نفسي لا انا سيد نفسي اه بس هو بيقول لي كمعلومه لكن تحتاج يسموها الفاظ او صيغ العقود يعني عقدت الامر في ذلك وتمكن وتحقق واكثر بيكون فعل ماضي طيب نيجي على تطبيق معين نشوف احنا التطبيق نشوف حسب الاسلوب الموجود بسمي انشاء طلبي او غير طلبي بقول لك افعلن الخير مع الاخرين افعلن الخير مع الاخرين انا بطلب منك الان الطلب اللي اعطاني اياه شو نوع الاسلوب؟ اسلوب امر فبسميه جاءت أسلوب اسلوب امر فبسميه انشاء شو بسميه انشاء طلبي بما انه اسلوب امر بدي اسميه انشاء طلبي يا نفسه ولله توبي يا نفسه بنادي على نفسه معناته في اسلوب نداء يا استاذ اه ما دام اسلوب نداء معناته هذا شو بنسميه انشاء طلبي قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على النبي لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض لا ترجعوا هي اسلوب نهي ودائما يا استاذ اسلوب النهي يبدا بلا دائما اسلوب النهي يبدا بلا وفي طلب عدم فعل طلب عدم فعل مش تقول والله في لا النافيه لا النافيه يا تروح الخبر الله يرضى عليك لا النافيه وين بتروح الخبر مثال أقول لك لا يأكل المؤمن وهو واقف. آه هذه معلومة. آه معناته معلومة معناته هاي لا نافية. آه بطلعها برا. بس لما أجي أقول لك أخاطبك أقول لك لا تأكل وأنت واقف. لا تأكل وأنت واقف، ولا تشرب وأنت تمشي. آه شو بتكون أستاذ هاي؟ أنا بطلب منك طلب إنك ما تفعل، فشو بسمي أسلوب نهي. بما إنه أسلوب نهي أستاذ شو بده يكون اسمه؟ اسمه أسلوب إنشاء طلبي. تمام؟ يا ليت شعري وليت الطيرة يا ليت شعري وليت الطيرة تخبرني ما كان بين علي وابن عفانة هو بتمنى يعرف شو فيه شو اللي فيه طيب لأن بما أنه جاء التمني فيها ليتا شو تسمي إنشاء طلبي طيب كم أخلك لك بسألك سؤال كم أخوي لك والله ثلاث أربعة جاوبني بما أنك جاوبتني بس إنشاء طلبي ليش لأنه استخدم أسلوب الاستفهام كم الساعة الحين عندك كم الساعة اكتب لي في التعليقات اي ساعه حضرت حصتي اكتب لي في التعليقات بيكون انت وصلت المرحله هاي وبتكون انت فهمت الدرس باذن الله تعالى لانه بيقول لك كم اخلك او مثلا اقول لك متى الحصه الجاي استاذ ها آه شو بسميه استفهام بعدين انشاء طلبي طب متى بننهي الماده اه بقول لك متى بننهي الماده اخر الفصل يا استاذ عشان احنا راح نختم باذن الله راح يكون في مراجعات وفي بثوث وفي الى اخره واوراق عمل فظلك محضر لنفسك خليك مستعد دير بالك وخليك متابع معنا اول باول طبعا انا بتابعك اول باول اللي بيتابع والمهتم طيب نيجي على أسلوب الاخير قال قوله تعالى او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين هذا الكافر لما يجي عند ربنا او مثلا تيجي تقابل الملائكه وتقول له انت كنت لا تؤمن بمحمد تؤمن بالنبي ولا تؤمن بكذا ولا تؤمن بكذا بيقول لك اخ لو ان الله هداني لكنت من المتقين هو بتمنى يرجع عشان ربنا يهديه اه تمني اسلوب تمني مين مفتاح عندي لو فالانشاء شو بسميه انشاء طلبي شو بسميه انشاء طلبي طبعا في ادوات ثانيه لانشاء طلبي في ليت ولو والتمني كثيره لكن هو الكتاب معتمد على ليت ولو طيب شوف الان ما اكثر الناس بل ما اقلهم هي عندي اسلوبين الله يعلم اني لم اقل فندى، طيب استاذ ما اكثر الناس وكانه بيحكي اسلوب تعجب اه اسلوب تعجب يقول لك ما اكثر الناس بل ما اقلهم الان شو بسميه اسلوب تعجب ولكنه شو بسميه غير طلبي، ليش سميته غير طلبي استاذ؟ لانه اسلوب تعجب داكون حافظها في الملخص اللي فوق. اي اسلوب تعجب يا استاذ بيطلع معي بسميه انشاء غير طلبي. طيب لعمرك هذا ممات ما الرجال ومن رام موتا شريفا فذا هاي اذا عمرك هاي قسم بما انه قسم يا استاذ بدي اقول عنه انشاء غير طلبي شو بدي اقول عنه انشاء غير طلبي لانه القسم يا استاذ شو ما كان نوعه يكون انشاء غير طلبي ياسين والقران الحكيم والقران الحكيم قسم من الله تعالى ويقسم بما يشاء الله يحق له ان يقسم بما يشاء من مخلوقاته لكن العباد لا يجوز له ان يقسم الا بالله دير بالك فلذلك لما يقول لك ربنا لأن والعصر الان والعصر هي قسم والتين والزيتون هذه قسم والضحى يا استاذ والليل اذا سجى هاي صف قسم اه قسم قسم وسمي انشاء غير طلبي طيب عسى الله ان يرحم من يدافعون عن اوطانهم الان انا بطلب ارجو من الله هذا رجاء بما انه في عسى معناته في رجاء معناته انشاء غير طلبي طيب لما اقول نعم البديل من الزلة الاعتذار وبئس الرجل المنافق مدح وذم مدح وذم معناته شيء غير طلبي لعل الله يحدث بعد ذلك امرا هان شو بسميه استاذ بنسميه رجاء ليش لانه بدا لعله خلاص انا لعله وعسى شو بسمي هذول رجاء ما دام رجاء معناته شيء غير طلبي طيب نشوف احنا معلومات الزياده عندنا بتهمني كطالب اظن محافظ عليها وهذا الجدول مهم جدا حتى انا اقدر استفيد لخص لك فيه المهمات فيه التمني يا استاذ بيكون في الامر الذي لا يرجى حصوله ما بصير او لانه مستحيل او انه بعيد الحصول ويكون أداة له ليته ولو شكرا بارك الله فيك هيك التمني وشو بسمي انشاء طلبي عكس الرجاء فيكون الذي يكون امره يمكن حدوثه وله اداتان اللي هي عسى ولعل بسمى انشاء غير طلبي افعال المدح نعمه وحسنه وحبذا وما يقوم مقامهما يعني مثلا شرف الامر محمد اه هيك صار اسلوب مدح بما انه يقوم بمقام المدح معناته هذا اسلوب مدح ما اسلوب مدح نسميه انشاء غير طلبي وافعال الذم مثل بئس ساء كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعل اه ما يقوم مقامهما هذا شو بسميه انشاء غير طلبي الان التعجب عندي نوعين اللي تعجب قياسي وبكون عليه مثل ما وزائد افعل او افعل به يعني مثال ما احسن العلم هاي تعجب هذا قياسي او بقول لك زي هيك يكون الشغل زي شغل فعل الامر ولكن وراه فعل حرف جر ورا الفعل حرف جر احسن بالعلمي احسن بايش بالعلمي هيك يا استاذ شو بسمي برضو اسلوب تعجب قياسي فلذلك اسميه انشاء غير طلبي. الان السماعي اللي بيكون اللي بيكون هدفه التعجب لكن ما اجى على الصيغتين هذول، هدفه التعجب ولم ياتي على صيغتي التعجب القياسي. يعني مثال لله درك، سبحان الله، ما شاء الله، هلا الله اه هذا شو استاذ؟ تعجب سماعي. وضحت الصورة ان شاء الله وبسميه استاذ انشاء غير طلبي. الان نجي صيغ القسم بالله وتالله والله والعمك والذي نفسه بيده وقد اكتب عندك عصري والضحى لان هذا عشان تميز انه الله بيقدر يقسم بالذي يشاء مثلا والقران الحكيم ذلك الى اخره طيب اجعل اسد الكتاب ونحلهم مع بعض ونشوف التطبيق انا وياكم تطبيق عملي على الانشاء الطلبي والانشاء غير الطلبي الانشاء الطلبي للتذكير خمسه الامر عكس النهي استفهام نداء تمني غير الطلبي يا استاذ رجاء مدح ذم تعجب وقسم تمام طيب نشوف نطبق الان يقول لك استخرج الجمل الخبريه من هذا النص وما اجمل انه اعطاني نص عشان استخرج الجمل الخبريه بقول لك البلقاء اليوم احدى المحافظات المملكه الاردنيه الهاشميه هاي يا استاذ شو بسميها جمله خبريه شو بسميها جمله خبريه ليش لانه ممكن تكون صادقة أو كاذبة وهي الآن صادقة فلذلك شو بسميها خبرية ومدينة السلط حاضرتها هي جملة خبرية والبلقاء والسلط كلاهما اسم عريق في التاريخ هي جملة خبرية لا فقد ورد ذكرهما في معظم المصادر هي جملة خبرية ومنها معجم البلدان لياقوت الحموي الذي ورد فيه البلقاء كرة من أعمال دمشق بين الشام القرى قصبتها عمان وفيها قرى كثيرة وما واسعة وبجودة حنطتها يضرب المثل كلها يا أستاذ جمل خبرية طب ليش؟ لأنه يا أستاذ كلها تعطيني معلومات هدفها ممكن تكون صادقة لأنها تطابق الواقع الآن بدي أبين أنا براجع قاعدة الدرسين تبعات الخبر والإنشاء تمام؟ أبين الضرب الذي جاء عليه الخبر وعين هذا التوكيد في الجدول بعد المثال طيب يقول لك إن الأبرار لفي نعيم أستاذ هاي الخبر إن في هاي أستاذ أنت كده شو بده يكون إذا هذا؟ انكار شو بدي اسميه انكار لانه في مؤكدين قد يبلغ الرجل الجبان بما ما ليس يبلغه الشجاع المعدم قد يبلغ هاي استاذ شو بسميه استاذ ابتدائي ليش لانه قد هانه دخلت على فعل مضارع وهي تفيد التشكيك ما بتزبطش معي فلذلك هي فيش فيها مؤكده فسميها خبر ابتدائي على قدر اهل العزم تاتي العزائم وهي جملة لحالها وتاتي على قدر كرام المكان وهي جملة لحالها فيها مؤكدات انه انه مثل المزحلق واللام الابتداء ونون التوكيد والقسم جمعتهم هذول اللي حفظناهم في الجدول السابق موجودات لا اذا شو اسميه ابتدائي والله انك لصاحب عز ومجد هي والله وان واللام ثلاث مؤكدات شو بده يكون اسمه؟ نسميه انكاري شو ده اسميه؟ انكاري وهذول الساد ابتدائي طبعا هنا موجودات في الجدول فيش داعي تكتبهن يعني. طيب نيجي اصنف ما تحته خط في كلمه الى خبر وانشاء يا ايها الشعر كن نخلا، أيها الشعر هذا نداء معناته طلبي إنشاء طلبي وكن نخلا هذا برضه كمان الساد إنشاء طلبي ممتاز ليش؟ لأنه أسلوب أسلوب أمر أسلوب إيش؟ أمر طيب نعم نحن أبناء الذين انحنت لهم رمال الفيافي وانحنى لهم الصخر هاي وانحنى لهم الصخر الساد خبر ليش سميتها خبر يا استاذ؟ لانه ما هي جمله خبري تحتمل صدق وعدمه فهي صادقه مثلا و فيها مؤكدات مثلما يحمل تلميذ حقيبه مثلما تعرف صحراء خصوبه هكذا تنبض في قلبي العروبه هذا شو بسميه استاذ خبر ليش؟ لانه ما فيها لا نداء ولا استفهام ولا انواع الانشاء الطلبي او غير الطلبي حي الشبابه اه هاي الشباب اسلوب امر شو بسميه اسلوب امر بما إنه اسلوب امر يا استاذ بسميه انشاء شو بسميه انشاء قال احد الحكماء لابني يا بني بس أنا احب حبه هاي يا بني الحالة يا استاذ هاي انشاء تمام هاي انشاء ليش أسلوب نداء وهاي انشاء تمام كما تتعلموا هاي خبر شو بسميها خبر طب كيف عرفت أنا اميز بهن نفس مش بهم بعض تعلم حسنه تتعلم اه ما دقيقه تعلم فعل امر تتعلم فعل مضارع فعل امر اسلوب انشاء تتعلم خبر معناته بده يكون جمله خبريه او جمله مضارع جمله خبريه الان بده يشوف صياغ الانشاء واميز انشاء طلب غير طلبي فليتها ولا حبه فليت اه لقيت ليت معناته اسلوب تمني معناته هذا اسلوب انشاء طلبي هل اجتمعت هل اسلوب انشاء طلب اسلوب استفهام يقول البائع المشتري بعتك الكتاب بدينار هذا شو بسميه انشاء غير طلبي شو بسميه انشاء غير طلبي ليش استاذ لانه من صيغ العقود لما يقول لك بعتك اشتريتك او حررتك او الى اخره وبكون هيك استاذ مستنى وياكم اوراق العمل لهذا الدرس راح يكون اوراق عمل شوي ناريه معلش هي فيها صعوبه الهدف من الصعوبه يا استاذ مش اني تعجيز للطالب الهدف من صعوبة الاسئلة احيانا هدفها تمرين الطالب على ما هو صعب حتى لو جاءه في الامتحان اصعب او بصد او اسهل بيقدر يحله لانه تدرب على الصعب تدرب على الصعب هي الامور اخوان قسما بالله يعني قسما بالله الطالب اللي متعود على السهل وعلى قولة الواحد اكل الولد الجزرة واكل محمد التفاحة هاي الامثلة البسيطة يا استاذ اللي مثلا طالب يقدر يحلها بسهوله هاي ما بتلزمني انا كطالب انا بدي شيء فيه مهارات عليا لانه امتحان الوزاره يا استاذ بيقيس جميع المستويات للطلاب اللي بيطمح يكون بده علامه عاليه اكيد بيطمح انه يكون متدرب على اسئله صعبه متدرب على اسئله فيها مهارات عليا فيها لف ودوران لانه اذا انا بدي ارضخ لاسئله سهله وبسيطه انت بتضحك على نفسك معلش واللي بعطيك اياها وبفاكدك وبهويلك فيها بقول لك هذا انه والله انت سفاح فيها معلش قول له انت لو احترمت ذكائي انت عندك ذكاء حاول تحترم ذكائك وحاول تدور على الصعب اليوم تغلط وبكره ممكن تغلط اخف وبعده بتغلط اخف واخف وفي اليوم الذي بعده ستكون باذن الله تعالى تبحث عن الاصعب ليش بتدور طب اه بدي اطمح للاصعب زي اللي بيلعب لعبه وأنت كلكم بتلعبوا العاب هاي اللي بتكون على التليفون هي مراحل اول مرحله سهله الكل بيقدر يحلها اي متدرب عليها بعدين مرحلة الثانيه تكون اصعب الثالثة أصعب والرابعة أصعب والخامسة أصعب مين تحكي عنه ماهر وفنان ومبدع اللي بيحل آخر مرحلة وإحنا نسحل آخر مرحلة هاي راح نقدر نصلنا إياكم بإذن الله تعالى ثلاث أمور بدي أختم معك فيها فهي اهتمامك اهتمامك بنفسك اهتم بنفسك حبها والتزامك في دراستك أنا ملتزم ماشي أمور طيبة بدها صبر صبرك على نفسك أصبر عليها تستعجلش الأمور لا تقول والله من يوم وليلة بصير سفاح مش من يوم وليلة بدها وقت ما طب الأول ما الثاني مع الصعوبات بتصير قوي بصير سفاح وبصير فنان الآن أنت سمعت النصيحة يلا فيها على دراستك